من نجوم الكرة التونسية بمناسبة اللقاء المصري التونسي طبعا اللي هيجمع الأهلي بالاتحاد المنستيري نجم الكرة التونسية خالد بدرة معانا على التليفون. مساء الخير كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، ومرحبا بضيفك الكريم، ومرحبا بالشعب المصري. اهلا بيك، اتعودنا دايما على دربيات افريقيه مصريه تونسيه، لكن يمكن الملفت المره دي انه يعني المواجهه هتكون بين الاهلي وبين الاتحاد المنستيري، وبالنسبه لنا في مصر اتعودنا دايما ان احنا نواجه الترجي طبعا الغريم التقليدي لنا في الكره التونسيه، النجم الساحلي كان ليه معانا حظ من المواجهات الصفاقسي، يعني كبار الكره التونسيه، لكن مفاجأة كانت بالنسبة لنا الاتحاد المنستيري يواجه أو يمثل تونس في البطولة الأفريقية. من وجهة نظرك سبب نجاحه في ده وسبب دخوله في منافسة مع الكبار في الكرة التونسية في بطولة أو في نسخة الدوري الأخير؟ خلينا نتكلم بصراحة اليوم ونقول النادي الأهلي فريق كبير دائما يقعد كبير، والفريق الأهلي مرض وما ما يموت، ودائما الكبير يفضل كبير. فالنادي الأهلي اليوم يمر بفترة انتقالية صغيره ان شاء الله مبذول كثير. فيما يخص الاتحاد الرياضي المنستيري، فريق قاتل يتطور الاداء بتاعه في السنوات الاخيره بحكم معناتها تنجم كاس تونس، وصل للترتيب الثاني في الدوري التونسي. اليوم الاتحاد المنستيري قاعد يقدم في مستوى كبير على جميع المستويات، عنده فريق متماسك متجانس، لاعبين معناتها قاعدين يلعبوا مع بعض في ثلاثة مواسم الأخيرة بعد بانتظام، في استقرار في المردود، استقرار في الإدارة، استقرار في الإجمال. مع فريق معناتها قاعد يقدم في مستوى عالي، وعنده لاعبين ممتازين قادر باش يمشي بعيد. اليوم معناتها الاتحاد المنستيري انهزم ضد الجيش الرواندي في رواندا 1-0، رجع لتونس انتصر بثلاثة، يدل على قوة شخصية اللعيبة اللي موجودة عنده. ان شاء الله تشوفوا مباراه. هل كابتن خالد نعتبر الاتحاد المنستيري من الفرق الشعبيه؟ انا عارف طبعا ان الترجي الصفاقسي الافريقي النجم كلها فرق شعبيه وكلها فرق جماهيريه، ودايما اي فرقه بتلعب معاهم على ارضهم بتبقى شايله هم الملعب والجمهور، لكن ايه القصه بالنسبه للاتحاد المنستيري؟ هل ليه قاعده جماهيريه؟ ازاي بتشوفوا التحضير للمباراه، حضور الجماهيري فيها؟ صح، هو الاتحاد المنستيري هي مدينه المنستير جنب سوسه، عنده قاعده جماهيريه كبيره، عندهم جمهور غالي وكبير ويساند الفريق، وحتى في الانتقالات نتاع المنستير دائما عنده قاعده جماهيريه تنتقل معاه كبيره، وهذا يدل على الشغل اللي اشتغله الاتحاد المنستيري في ثلاثة مواسم الاخيره، كون قاعدة جماهيرية كبيرة في المنافسين. واليوم معناتها فريق عنده شعبية ولعب كورة ممتاز، قاعد يلعب في كورة ممتازة ممتازة جدا، نجم نقول انتصر على الفرق الكبيرة السنة الفارطة، أنتم الترجي، أنتم الأفريقي، أنتم النجم الساحلي، كذلك النادي الصفاقسي التونسي، يدل أن الفريق معناتها عنده سولاته وجولاته على الملعب التونسي، على يعني ما تذكرش الملعب التونسي. عنده لعيبه دوليه كابتن خالد؟ هل في صفوف الاتحاد المنستيري؟ باستثناء الحارس المرمى. الحارس المرمى هو في المنتخب، وبقيه اللاعبين عنده لاعبين معناتها محترفين، معناتها عندهم لاعب بيلعب في منتخب موريتانيا، لاعب معناتها ممتاز ويدافع، كذلك عنده خط الهجوم معناتها من فراس علي، خروج معناتها العدل اللي راح للنادي الاهلي السعودي، عنده وسط ميدان زاد كذلك متماسك في خط الدفاع زاد كذلك نفس الشيء، وهذا يدل على عدد النتائج نتاعه والاهداف اللي قبلها حتى في السنه الفاتت، ما قبلش كثير اهداف، تحس اللي ثم ستابيليتي معناتها في خط الدفاع وفي الوسط وفي الهجوم، معناتها بانتظام معناتها قاعدين يسجل، ويدل على كونه فريق عنده النادي الاهلي احتراف للاتحاد الرياضي المنستيري، فماش استثناء. وانا قلت من اول قلت النادي الاهلي اللي هو بريد، اما الفريق كبيره دائما ترجع في اسرع وقت، وصعب الواحد الانسان معناتها باش يتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي راهو اكبر منا كلنا معناتها بصراحه، معناتها فريق عتيد كبير، فريق صاحب التتويجات التاريخيه،
ودايما يقعد النادي الاهلي. يوم النادي الاهلي ما تمر فتره صعبه ان شاء الله يتارك الموقف في اسرع وقت، ان شاء الله وعنده قاعده جماهيريه كبيره ان شاء الله، ان شاء الله في اسرع وقت يرجع النشاط ان شاء الله. طيب التعاقد مع داركونوفيتش، يعني زي ما الاهلي تعاقد طبعا مع مدير فني جديد في بدايه الموسم السويسري مارسيل كولر، إدارة الاتحاد المنستيري تعاقدت مع داركو نوفيتش اللي هو كان المدير الفني السابق لوفاق الصيف الجزائري، واحنا يمكن قابلناه في مشوارنا في بطولة دوري الأبطال في النسخة الأخيرة. يعني هل لعب الاتحاد المنستيري تحت قيادة أو خاض أي مواجهات تحت قيادة المدير الفني الجديد؟ والله لعب المباراة الأخيرة ولا المباراتين الأخيرين لعبهم المدرب، اظهر مستوى بتاع المدرب والرسم التكتيكي بتاعه في الملعب، بعد يدل على ثم تناسق وتجانس ما بينه وبين اللاعبين، هذا شيء يفرح معناتها كالاتحاد الرياضي المنستيري في اسرع وقت، معناتها المدرب يندمج في اسرع وقت مع اللاعبين ويكون معناتها قريب اكثر شيء قريب للاعبين وللإطار الفني، هذا يدل على النجاح نتاعو في اول مبارتين، النجاح نتاعو كانت معناتها ممتازه، واللي سمعته المره الاخيره اللي هو طالب اللي يكون اول مباراه تكون في تونس، يحب يلعب في تونس وبعدين يلعب في مصر في القاهره ان شاء الله. هذا اللي سمعته على المدرب. مظبوط تمام ان شاء الله. طب يعني احنا في ضيافتنا النهارده في السادسه واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن محمد حشيش، هيكون معاك كابتن خالد. يا كابتن خالد ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، اخبارك؟ اه والله الحمد لله، احنا قعدنا مع بعض في القاهره من سنين. ايوه فاكر ولا لا؟ اخبارك ان شاء الله؟ ايوه والله فاكر حبيبي. قبل طبعا ما العب انا في التسعينات 92 كده في الملعب التونسي استاد تونسيان. ها ايوه استاد تونسيان صحيح؟ محمد حجيج ايوه. اهلا بيك حبيبي. اهلا بيك الدفعه طبعا بتاع جمال الامام وعبد الحميد الهرجال والمهذبي واللعيبه دي. لا ده الاهلي مع فرق تونس يعني تاريخ طويل قوي يا كابتن خالد. اجيال وراء اجيال، يعني واحد من كلاسيكيات المواجهات الافريقيه مصر وتونس على مستوى الانديه طبعا وعلى مستوى المنتخبات، والاهلي السنه دي في بصمه تونسيه اعتقد ياسين ميكاري محلل اداء النادي الاهلي طبعا ما اعرفش لعب في تونس ولا لا طبعا، لكن هو كان بيلعب في سويسرا لكن طبعا الجنسيه التونسيه. ياسين ميكاري لعب في الافريقي. لعب في الافريقي. لعب في الافريقي. فالى حد ما عندنا واحد من مفاتيح برضه كابتن خالد. أيوة. لو تحب توصل له رساله او توجه له اي رساله كابتن خالد طبعا يشرفنا تكون من خلالنا. ياسين ميكاري. قول له يسلم عليك خالد، هذا هو نتمنى له التوفيق وان شاء الله ربنا يوفقه في مهامه ان شاء الله. مع الاهلي مع الجهاز الفني المستر مارسيل كولر، هو محلل اداء في الجهاز الفني ان شاء الله. سؤالي الاخير كابتن خالد قبل ما يعني ننهي المكالمه معاك، وسائل الاعلام هل بدات تتكلم على المواجهه المنتظره وخصوصا انها تبقى بدايه مشوار الاهلي في بطوله دوري الابطال رغم ظهور طبعا الاتحاد في دور ال 64؟ وهل يخفى القمر في واحد ما يتكلم على الاهلي؟ في واحد ما يسمع بالاهلي؟ الاهلي فريق كبير، فريق عظيم، فريق صاحب تسويقات كبيره، صاحب القاعده الجماهيريه كبيره. كل الصحف تتكلم وكل الاذاعات التونسيه تتكلم على المقابله الهامه للاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا اول مره مثلا الاتحاد الرياضي المنستيري مش يلعب ضد فريق كبير على الصعيد الافريقي، مش يلعب من دور مستقيم، مش يشوف جاهزيته، ايش اللي سويته المواسم الاخيره والبروز بتاع الاتحاد المنستيري، مش تلعب ضد فريق كبير من حجم الثقيل. ان شاء الله نحن نقول مقابله اتليق بسمعه الفريقين الاثنين، ان شاء الله الاتحاد المنستيري كفريق تونسي وانا نشجع بعد من حقي باش نشجع النادي اكيد طبعا ان شاء الله ربنا يوفقه يقدر يلومه، ان شاء الله يكون المقابله زي ما قلت سمعت الفريقين الاثنين، وان شاء الله يلعب احسن هو اللي يتوج. كل الشكر لنجم الكره التونسيه طبعا كابتن خالد بدره على مشاركتك معنا في السادسه ونتمنى